نشاهد هذه الصور الآن التي تردنا الآن علم الإمارات التي ترفرف بأيدي جنودنا البواسل، وأيضا علم المملكة العربية السعودية، وهي خطوة كبيرة نحو السيطرة على محافظة مأرب، ويعتبر سد مأرب من المواقع الاستراتيجية الهامة والتي استطاعت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من السيطرة عليه اليوم. نشاهد الصور الفرحة والابتسامة على جنودنا البواسل وأيضا جنود قوات التحالف العربية الأخرى، بالإضافة إلى قوات المقاومة اليمنية.